مشاهدينا إلى كوريا الجنوبية وتحديدا طيرانها الرسمي، حيث حاول أحد الركاب على متن رحلة خطوطها الجوية فتح مخرج الطوارئ أثناء الرحلة. في التفاصيل وبحسب شهود عيان، طلب الراكب في البداية الانتقال إلى مقعد مخرج الطوارئ حيث كان يجلس مضيف طيران، وبعد رفض طلبه رفض العودة إلى مقعده المخصص، ثم حاول فتح باب مخرج الطوارئ وتم تقييده في النهاية وتسليمه للسلطات عند هبوط الطائرة بسلام. السفير هنا كتب هذه التفاصيل وأرفقها مع الفيديو الذي تم نشره بشكل كبير بالأمس، وهنا يقول في التفاصيل أيضا أنه جلس الراكب في مقعد مخصص كما ذكرت قبل قليل، ولكن يعني بعد تم رفض طلبه حاول فتح الباب، وعندما علم أفراد الطاقم بذلك طلبوا منه العودة إلى مقعدهم لكنه رفض وصارخا مهددا أفراد الطاقم. نتابع تعليقات كثيرة كانت على هذا الموضوع. هنا طيبة محمد كتبت: إيش هذا الركاب اللي بلا دم، الطيارة يطيح وهم قاعدين يتفرجون، ما أحب السفر، واحدة من الفوبيات اللي عندي. يعني هنا أعطت طيبة رأيها بهذا الخصوص، عندها فوبيا من الطيارة، أتخيل دائما شغب أو شخص مثل هذا يفتح الباب أو أحد يخطف الطيار. يعني طبعا مثل هذا المشهد يعني ينشر الرعب، خاصة من يخافون من الطائرة. هنا هشام كتب: يجب وضعه في القائمة السوداء للمسافرين ومنعه من الصعود مرة أخرى في أي طائرة لأنه خطر على الطائرة.